عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. إذا مشاهدين الكرام تعلن انطلاقة شوطنا الثالث وهو الشوط الأول للزمول المحليات الأصايل. تابعنا الشوط الماضي، تابعنا شوط جلمودة حمد بن عوض بن زيتون المهيري 9:37 انتقلنا إلى الشوط، انتقلنا إلى هذا الشوط، إلى شوط جديد من الأشواط الرئيسية، شوط يحمل العديد من الأسماء والشعارات الحاضرة والمنطلقة بهذا المسار. نسير مع المركز الأول مياس على الصدارة، مياس مع المركز الأول بشعار سعيد بن محمد الكليل العامري، بينما ننتقل إلى المركز الثاني. يتقدم مع المركز الثاني الشامي عامر بن مسلم بن علي العامري، والمركز الثالث ثالث الأسماء ثالث التحديات يتقدم الشامخ محمد بن راشد بن حضير ملك تبي، والمركز الرابع الشامي، ولكن غير هنا وصل شاهين مبارك بن محمد بن مخيت الراشدي مع المركز الرابع. هذه النتيجة للأربع المراكز الأولى. نتأخر إلى المركز الخامس، نتابع المركز الخامس. يتقدم معاند بشعار غانم بن علي بن حمودة الظاهري، يتقدم الشعار الاقتصادي، بينما المركز السادس سادس الأسماء أكسجين سهيل بن محمد راعي العوية العامري، يتقدم مع أكسجين بالمركز السادس. المركز السابع ملبي عمر بن علي بن محمد النيادي، والمركز الثامن هذا هو شاهين علي بن عبيد بن سالم الراشدي. أما المركز التاسع يصل ويتقدم مشكور محمود بن عبد الله بن سالم اليحافي، والمركز التاسع بهذه اللحظات تاسع الأسماء تاسع الشعارات مبشر مبارك بن محمد، مبارك بن محمد بن سعيد الشامسي يقدم مبشر، وهنا يتأخر إلى المركز العاشر بهذه اللحظات مبشر. هذه النتيجة والنداء الأول للعشرة الأسماء الأولى، للعشرة الشعارات الحاضرة والمتواجدة والمنطلقة بهذا المسار. نتجول، نلتقط هذه الشعارات، نلتقط هذه الأسماء الحاضرة بهذا الشوط، ونعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول والمقدمة الأولى والرقص الأول هنالك مع هذا التحدي. الشامخ الشامخ وفي الموقع الشامخ وفي الموقع الشامخ، هذا هو الشامخ بشعار محمد بن راشد بن حضير هلك تبي، من يقدم لنا هذا الاسم المميز؟ ما شاء الله غايدي هذا المسار، غايدي هذا التحدي، ومن اقوى المرشحات بهذا الشوط الشامخ الشامخ محمد بن راشد بن حضيرم. هلك تبي من يقدم لنا هذا الاسم؟ هنا من يتصدر ويقود الاسماء، يتراس هذا الاجتماع، يتراس هذا التحدي ب
بينما المركز الثاني شاهين مبارك بن محمد بن بخيت الراشدي مع المركز الثاني. المركز الثالث هنالك ايضا شعار سعيد بن محمد الكليلي مع مياس وسلالة مياس سعيد بن محمد الكليلي العامري. بينما المركز الرابع وصل معاند غانم بن علي بن حموده الظاهري يقدم لنا معاند بالمركز الرابع. والمركز الخامس يتقدم اكسجين بشعار سهيل بن محمد راعي العوية العامري حاضرا مع اكسجين. والمركز السادس وصل وتقدم مشكور حمود بن عبد الله بن سالم اليحافي يتقدم مع مشكور وسلالة مشكور. أما المركز السابع سابع التحديات مبشر وصل مبشر هنا مبارك بن محمد بن سعيد الشامسي. والمركز الثامن شاهين علي بن عبيد بن سالم الراشدي. أما المركز التاسع يتقدم الشامي عامر بن مسلم بن علي العامري. والمركز العاشر منذر احمد بن طارش بن سعيد الكعبي. هذه النتيجة والنداء الاول للعشرة الاسماء الحاضرة للعشرة الشعارات الحاضرة والمنطلقة هنا. والنداء الثاني بالفعل نعود الى الصدارة والشامخ الشامخ وفي الموقع الشامخ محمد بن راشد بن حضير ملك تبي من يتواجد مع هذا الانطلاق. وشاهين ايضا من الجانب الاخر شاهين مبارك بن محمد بن بخيت الراشدي يقدم شاهين. وصل الشعار الاقتصادي وصل معاند معاند بشعار غانم بن علي بن حموده الظاهري يقدم لنا معاند. وبدا يعاند مع المركز الاول باحثا عن الفوز باحثا عن الناموس. بدأت الأسماء تصل بدأت الشعارات تتقدم بهذه اللحظات. وصل أكسجين غادم مع سهيل بن محمد راعي العوية العامري يقدم لنا أكسجين بالمركز الثالث. المركز الرابع هنالك أيضا شاهين تأخر شاهين مع رابع الأسماء بشعار مبارك بن محمد بن بخيت الراشدي. المركز الخامس مياس سعيد بن محمد الكليلي العامري. نكتفي بهذا القدر بنعود إلى الصدارة. الله يا هذا المثلث الذهبي بقيادة معاند بشعار غانم بن علي بن حموده الظاهري. من يقدم لنا هذا الاسم المميز والرقص المميز من تحت اقدام معاند؟ 1200 يا مضمرين يا متابعين يا من تتابعون هذا التحدي وهذا الصراع مع هذا الانطلاق المميز والمنعطف الاخير. عبرنا هذا الكيلو عبرنا هذا المنعطف بقيادة معاند. كيلو التحدي كيلو الإثارة كيلو التحدي بقيادة معاند غانم بن علي بن حموده الظاهري. المركز الثاني شامخ بشعار محمد بن راشد بن حضيرم الاكتبي. المركز الثالث اكسجين سهيل بن محمد راعي العوية العامري. ولكن المعركة ثنائية الصراع ثنائي معاند مع الصدارة معاند مع المركز الأول والشامخ مع المركز الثاني معاند على الصدارة بشعار غانم بن علي بن حموده الظاهري يقدم لنا هذا الاسم يقدم لنا هذا التحدي. الشامخ الله
الله الله الله الله الله خبر الحياة والطيبين يبين. الله يا شامخ الله يا شامخ عادل الصدارة من شعار محمد بن راشد بن حضيرم أهل التبي. أسعد الله صباحك يا أبو راشد، سبق وإن شارك بهذا الميدان واحتل المركز الأول لمدة أسبوعين وهذا الإنجاز الثالث. سلام شامخ سلام، سلام بن حضيرم سلام. أسعد الله صباحك بكل خير محمد بن راشد بن حضيرم الظاهر بن حضيرم التبي. محمد بن راشد بن حضيرم التبي من يذهب مع الشامخ بالفوز والناموس. المركز الثاني الشامي عامر بن مسلم بن علي العامري. المركز الثالث ثالث الأسماء إذا مشاهدين الكرام يصل ويتقدم بثالث الأسماء. أيضا معاند غانم بن علي بن حموده الظاهري. المركز الرابع المركز الرابع شاهين مبارك بن محمد بن بخيت الراشدي. المركز الخامس المركز الخامس وصل اكسجين سهيل بن محمد راعي العوية العامري. هكذا إذا مشاهدين الكرام نعود بالتوقيت الزمني توقيت الشامخ 9 دقائق و52 ثانية. تهانينا والنمو